السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. طيب الآن احنا عدنا PyCharm Community Edition Create a New Project. ألاحظ هنا PyCharm بيختار 2.6، طبعا أنا عندي إصدارات كثيرة من البايثون، أكيد أنا راح أختار 3.6. عادي جدا ممكن اختيار 3.3 أو 3.4 أو 3.5، لكن أنا حختار 3.6. طيب راح يطلب من عندي Refreshing List of Packages، ممكن يطلبها من عندك أو لا يطلبها، عادي جدا. نكتب هنا Py Test أو Py Tutorial أو أي شيء كان Create. إذن راح أنتظر أنه يكملها. بين الحين والآخر يطلب من عندك البايثون تحديث أو update، ليس البايثون عفوا البايتشارم، عادي اقبل بالتحديثات لأن هذه التحديثات ضرورية ومهمة لك جدا. طيب إذا نشيل هذا الصح لأنه هذا كل مرة حيظهر عندنا وإحنا هذا الشيء لا نريده. نعمل end click، نلاحظ أنه في عندنا update scanning file to index، وأيضا عندنا update skeleton للPyQt5 وإلى آخره. طيب إذا أنا راح أعمل pause حتى يكمل هذه البروسيسز وأعود لكم مرة أخرى. وعدنا لكم من جديد، نلاحظ أنه كل شيء تمام. don't share. طيب ما العالم ممكن أنه إحنا نعمل شير حتى نساعدهم. هنا نجي نعمل right click new file python، نكتب عليه مثلا spaces لأن أريد أتكلم عن السبيس. طيب في البايثون هذا الجهاز عندي setting، خلونا نغير بالفونت. لاحظ نفس فكرتها، يعني هذا الكلام يطبق بالويندوز واللينكس والماك نفس الشيء، فنعملها 20 حتى يكون واضح لكم حتى لا يضر عيونكم. print هذا هو البرنت فانكشن بالبايثون 3، محمد عيسى بهذه الشكل. تمام، لو جيت عملت هنا run راح يظهر مفروض عندي محمد عيسى بهذه الطريقة. في البايثون السبيس مهم جدا. طبعا احنا لما نجي نعمل هنا enter، مبدئيا بايثون يعطيك يعني لما تكون في داخل، على سبيل المثال لو جيت هنا عملت def main، تمام def عفوا هذا ينزل للأسفل يكون main function نقطتين وأنزل للأسفل. لاحظ أعطاني مسافة، تمام هذه المسافة تقدر بأربع space، تمام يعني لاحظ هذا لما أعمل enter بين الحافة ولغاية هذا space. ممكن أني أستخدم هذا البرنت وأضعه في هذا المكان، تمام؟ أو على سبيل المثال 1 2 3 4، لاحظ بنفس الطريقة، يعني لما أعمل Enter لاحظ مبدئيا يعطيك 4 سبيس. طيب بايثون حساس جدا للسبيس، جدا جدا حساس للسبيس. بمعنى آخر أنه لما نجي نعمل def للمين، وإذا أجيت هنا على سبيل المثال رجعت للبداية كتبت if هذا ال if underscore underscore مرتين وتكتب name و underscore underscore space يساوي يساوي داخل العلامتين التنصيص underscore underscore main underscore underscore، بعدين أعطي space نقطتين main function. رح نجي نفهم هذه الفانكشن واساسيات. لما اعمل ريفرش لما اعمل ران عفوا يظهر لي 3 مرات محمد عيسى على اساس البرنتس الموجوده. انتبه، بايثون لا يحتوي على علامات الاقواس المجموعه مثل ما نشوفها احنا في لغات البرمجه، او علامه الفارزه المنقطه دلاله على نهايه هذا العباره او الستيتمنت، لكن قام باستبدالها بالمسافات. بمعنى اخر انه لما اكتب هنا برنت، تمام، وعمل انتر واجي اعطي سبيس لمسافات، خلينا نقول فور اكزامبل على سبيل المثال بهذا الشكل، لاحظ لو تلاحظ ظهر لون احمر هنا، في عندي احمر وظهر عندي ايرور. لو عملت هنا رن راح يعطيني ايرور، بيقول لي انه انت في عندك ايرور في اللاين 4. ليش؟
لانه بمجرد انه انت تعطي سبيس، خلينا نعطي سبيس واحده، ايضا بيظل عندك ايرور. هنا البايثون بيحسب انه هذا البرنت هو تابع لهذا البرنت، تمام؟ كتابه العبارات في البايثون حساسه جدا للمسافات. لذلك لما نجي هنا نعمل على سبيل المثال، هنا انت الان عندك هذا الفانكشن، هذا الفانكشن بيطبع لك محمد عيسى وبيطبع لك محمد عيسى مره اخرى. لو جيت هذا الفانكشن عملته خارج، تمام، لاحظ هذا الفانكشن هو بموازاه الديف، هذا الفانكشن الان لي يعني غير عائد لهذا، يعني البرنت هذا غير عائد للفانكشن اللي هو ديف مين. لما اجي اعمل ران، اوكي بيظهر عندي محمد عيسى محمد عيسى محمد عيسى، تمام، لكن لم يعد هذا البرنت عائد لهذا الفانكشن. اذا حبينا انه يكون عائد الى، لازم نعمل سبيس. لاحظ لما اعمل سبيس هنا ايضا بيظهر لي ايرور. لو جيت عملت هنا ران، ليش يظهر لي ايرور؟ لان هذا بيعطي ايرور، اوكي، بيقول انه في واحد ليس بنفس المسافه، فلازم نعمله بهذا الشكل. او مثلا اجي اسحب هذا واسحب هذا، تمام، بهذا الشكل ايضا بيقبل. بمعنى انه الفانكشن لما تكتب بها اي شيء، لما يكون فيها عبارات statements، يجب ان تكون هذه العبارات بنفس المسافه اللي قبلها واللي بعدها، تمام. يعني لما اجي اعمل print اخر، يجب ان تكون بنفس المسافه، ما ينفع اني اعمله بهذا الشكل، يعني انه اكتبه بهذا الشكل راح يعطيني ايرور. ليش؟ لان يقول هذا البرنت تابع لهذا، وهذا اصلا مو فانكشن او فد شيء حتى اكون في داخله. لذلك السبيس مهم جدا انه انت تركز عليها. طيب ممكن يكون عندك سؤال عن المين، الفانكشن اللي احنا كتبناها. هذا المين، فكره هذا الفانكشن كيف نفسر لك اياها محمد عيسى؟ طيب لو اجيت انا على سبيل المثال هذا وضعته بفانكشن اخر، طبعا موضوع الفانكشن هو موضوع متقدم عليك الان، يعني ليس من مطلوب منك انه انت تفهم بالضبط كيف يتم كتابة الفانكشن، لكن انا اعطيك فقط فكرة المين، ليش احنا نستخدم مين. نلاحظ هنا في السطر في عندي if condition بيسأل اذا كان النيم هو مين حتشغل هذا الفانكشن. طيب ما هي فكرة هذا الفانكشن بالضبط؟ لو جيت عملت هنا أنا مثلا my print على سبيل المثال نقطتين، هنا أنا جيت أعطيت space، لاحظ الآن هذا الفانكشن تابع لهذا، تمام. خلونا نمسح هذا كله ونجي نعمل هنا أنا مثلا my print كفانكشن، هنا نعمل run، عطالي ايرور لانه هنا نسيت اكتب القوسين، عفوا. الان اعمل run، بيظهر عندي محمد عيسى بهذا الفانكشن، بيتم تنفيذه في داخل الفانكشن main. طيب لو اجيت انه هذا الفانكشن عملته cut على سبيل المثال، وجيت عرفته في هذا المكان، تمام، في الاسفل، وجيت عملت هنا run، لاحظ هنا طلع عندي ايرور. ليش؟ لانه ما بيقبل، هذا بيعتبره end of file، نهاية الفانكشن. خل أعمل هذا cut واجي أنزل للأسفل وأعمل هنا enter. هذا طبعا يحتاج أنه تسحبه للبداية، كون أنه هذا نعرف إحنا لو عملنا بهذا الشكل معناته أنه هذا الإف عايد لهذا الفانكشن، صح؟ فلازم نسحبه بهذا الشكل حتى يكون كبداية، أنه يكون سطر مستقل بيطبع لي محمد عيسى. خلونا نجرب بدون main. على سبيل المثال لو رفعت هذا main وهذا ايضا رفعته، يبقى عندي my print وهذا الفانكشن معرف في الاسفل. لما اعمل هنا run بيظهر عندي ايرور، بيقول لك انه في عندك ايرور في my print. لو اجيت هذا الفانكشن اخذته للاعلى الان لا يوجد اي ايرور. لما اعمل run، اوكي سو why it's not working، اوكي لانه هو داخل الفانكشن اصبح، صح. لاحظ لازم نسحبه للنهايه، اوكي، حتى يكون عندي يطبع محمد عيسى، تمام. لكن ما الذي حدث بالضبط؟ ليش لما انا اخذ هذا الفانكشن واعرفه بعد مناداته، تمام، لا يقبل، يظهر باللون الاحمر؟ السبب انه هنا البايثون بيشتغل مثل حاله السكريبتنج لانجويج، بمعنى انه انت لازم تكتب الفانكشن بعدين تجي تنادي هذا الفانكشن. لا ينفع ابدا
تقوم بتعريف الفنك يعني تقوم بمنادات الفانكشن بعد ذلك تعريف الفانكشن. يجب تعريف الفانكشن يسبق مناداتها. تعرف الفانكشن بعدين تنادي على الفانكشن. ففي هذه الحالة تعمل run. لكن ما علاقته بالمين؟ علاقته بالمين انه انا اليوم لو حبيت انه انا اعرف لسبب معين انه مثلا انا عندي شغل project معين، احب في البداية اعرف الفانكشنز لكن لا اعلم بالضبط ماذا ستقوم هذه الفانكشن بعمله. في هذه الحالة اجي اعرف dev main. تمام، dev main، خلي ناخذ هذا cut نعمله في الاسفل، dev main ك function dot انزل للأسفل. بعدين هذا راح يكون يشابه من if name يساوي main، إذا تشغل عندي function main. طيب هذا راح يسمح لي إنه functions اللي أضع في داخله، functions اللي أضع في داخله ممكن إنه أنا أعرفها فيما بعد. تمام، بس أكيد مش بعد ال if، لازم هذا يكون آخر شيء، هذا لازم يكون آخر شيء. تمام، بس بيسمح لي انه اعرف الفانكشن فيما بعد. هذه الفكره من الفانكشن ديف مين. يعني هنا ممكن اعمل ماي برنت، اوكي مثلا هذا انا حاليا اقول انه هذا راح يطبع شيء معين، مثلا ماي برنت 2 سوف يطبع شيء اخر، بس انا ما احب انه اعرفه الان، اعرفه فيما بعد. ففي هذه الحاله انا استفاد من الديف مين انه انا ممكن اعرف الفانكشنز حاليا، تمام، اسماء الفانكشنز فقط اناديها، بعدين انا اجي اعرف هذه الفانكشنز. طبعا هنا ناقص لنا قوس وايضا علامه تنصيص. تمام، فلما اجي اعمل هنا run بيظهر عندي محمد عيسى محمد عيسى. فهذه هي فكره المين، بمعنى انه انت ممكن تنادي على الفانكشنز وبعدين تيجي تعرفهم. لاحظ هذول في البدايه بمعنى ليس عائد للمين. تمام، هذه هي الفكرة، لأنه البايثون لو عرفت لو قمت بمنادة الفانكشن بعدين عرفتها راح يعطيك ايرور. لو حبيت انه انت تناديها وبعدين تعرفها تتبع هذه الطريقة. لهنا نوقف نكمل درس.